السلام عليكم سينيور 2، معاكم مسز اسماء عبد الحميد، وانت بتشوف قناة بيولوجي وذ اسماء. حل معاك الاسئلة المقالية موديل اكزام 1 و 2 المعاصر 2021. Explain the presence of root hairs in the bean plant. وجود شعيرات جذرية في نبات الفول despite of their continuous penetration in the soil. بالرغم من الاحتكاك المستمر بين الروت وبين السويل بارتيكلز حبيبات التربة، وده لأن الروت هيرز سيكريت فيزيكال سبستانس مادة لزجة which help them to find their way easily among soil particles. هتساعدها الفيزيكال سبستانس المادة اللزجة دي هتساعد الروت هيرز الرقيقة الضعيفة دي إنها find their way تجد طريقها وتلاقي تتثبت بين السويل بارتيكلز بين حبيبات التربة. هي فعلا age of root hairs عمرها قصير 7 days بس 7 أيام، بس بالرغم من ده ليها دور مهم جدا in absorption of water and minerals. ازاي بتبقى موجودة الفترة دي او عمرها من غير ما يحصل لها tearing انها تتقطع؟ السبب في ده انها secret physical substance تساعدها انها تلاقي طريق بين السويل بارتيكلز، ويساعدها كمان in fixing انها تتثبت بين السويل بارتيكلز او في السويل. What is the least number of each molecule of NAD and FAD H2 at which the number of ATP molecules resulted from them is equal. انت عارف الكوينزيم NAD H that receives بيستقبل الهيدروجين carrying high energy electrons، يعني الهيدروجين ده شايل الكترونز عالي جدا في الطاقة نتج من الكريبس سايكل بعد ما كسرنا البونز والجلوكوز والبيرافيك اسيد وكده. نفس الكلام فاد اتش ده كوينزيم receives بيستقبل الهيدروجين اللي carrying high energy electrons. الكوينزيمز دي هتروح للالكترون ترانسبورت to extract عشان نستخلص الانرجي اللي موجودة هنا على الالكترونز. اللي بيحصل في الالكترون ترانسبورت ان 1 molecule من الناد H producing 3 ATP 1 fat H2 producing 2 ATP. طيب لو عندك 2 molecule من الناد H ده هيطلع لنا ايه؟ 6 ATP 2 times 3 6. طيب لو عندك 3 molecule من الفاد H2 ده producing ايه؟ هيطلع لك ايه؟ 6 ATP. يعني 2 NAD H هيطلعوا energy equal 3 FAD H2. An organ in the body through which oxygenated and deoxygenated blood enter. بيدخلوا oxygenated و deoxygenated blood. And deoxygenated blood comes out from it. يخرج منه. انا هقول الأورجان ده الليفر. الليفر. طيب. تعالوا نفهم مع بعض. انت شايف الفين ده اسمه hepatic portal vein. اللي بيخرج من السمول انتستين ويروح للليفر. انا بقول فين يعني شايل دي اكسجينيتد بلاد، يبقى ده دي اكسجينيتد بلاد بيدخل. دي اكسجينيتد يعني بلاد كارين كربون دايوكسيد. زي ما انت شايف هيباتيك بوردر فين بيتفرع لبرانشز صغيره بعدين بتتجمع تاني علشان تكون هيباتيك فين اللي رايح تاني للهارت. فين يبقى ده كده deoxygenated blood comes out from it يعني طالع منه، يبقى كده ده deoxygenated داخل وده كمان deoxygenated طالع. طيب ايه الoxygenated اللي بيدخل؟ الoxygenated blood اللي بيدخل الليفر organ زي اي organ اكيد في artery بيغذي اسمه hepatic artery. hepatic artery اللي carrying oxygenated blood يعني blood carrying oxygen علشان يغذي
أي organ لازم يدخله artery carrying oxygen gas علشان يغذيه. يبقى ده الoxygenated blood اللي داخل. Superior vena cava carries completely digested food substance. أنا هقول wrong. تعالوا نفهم مع بعض. أنت تعلمت في المنطقة دي اسمها villi ودي ثنايا في ال wall of small intestine through which بيحصل absorption للفات أو الفاتي أسيدز والكوليسترول والأمينو أسيدز والشوجرز. اللي بيحصل لو اتكلمنا عن الفاتي أسيدز مع الكوليسترولز والفيتامينز اللي صوليبل في اللبن هتاخد الليمفاتيك راوت يعني باس هتعدي من الفالي وتروح لللاكتيال فيسل ده اسمه الليمفاتيك راوت وتاخد الطريق ده من اللاكتيال فيسل للليمفاتيك فيسلز خلاص بقت في الليمفاتيك سيستم من اللاكتيال فيسل بعدين الليمفاتيك فيسلز بعدين بتروح للسوبيريور فينا كافا بعدين بتروح للهارت بس اللي هيحصل ان فيلاي في السمول انتستين او الوول اوف سمول انتستين في المنطقه دي بالظبط بيحصل ريكومبينيشن اوف فاتي اسيد اند جليسرول هيتحد تاني الفاتي اسيد والجليسرول فورمينج فاتس الفاتس باس هتعدي باس من اللاكتيال فيزل بعدين الليمفاتيك فيزلز بعدين السوبيريور فينا كافا هتاخد كمان الليمفاتيك كراود بس هتكون هتعدي ببطء وبصعوبه طبعا الفات ما اقدرش اقول عليها completely digested substance radioactive carbon has an important role in proving some vital processes inside the plant وبيطلب منك two examples number one انا هقول ان radioactive او carbon 14 ساعدنا فإنك تعرف the nature of dark reaction افتكر معايا ملفن كلفن أو scientist اسمه ملفن كلفن استخدم carbon dioxide containing radioactive carbon 14 ده radioactive carbon مش normal carbon 14 طيب جاب كلوريلا اسمها algae providing it with carbon dioxide containing carbon 14 طبعا اكيد البرودكت نواتج الدارك رياكشن او الفوتوسينثيسيس بروسيس طبعا هتكون كمان containing radioactive carbon 14 وبالتالي اتعرفنا على البرودكت نواتج الكربون دايوكسيد وعرفنا ان اول ستيبل كومباوند كان فوسفوجليسرالدهايد والجلوكوز اتكون بعد سيريس سلسله من الرياكشنز باختصار هتقول ان هتقول radioactive carbon تحديدا radioactive carbon 14 او carbon dioxide containing radioactive carbon 14 وحتتكلم عن الاكسبيرمنت بتاعت ملفن كلفن in discovering nature of dark reaction role of sieve tubes in transporting organic food ده الاكسامبل التاني افتكروا معايا rabidin and poor لما supplied البلانت with carbon dioxide containing radioactive carbon 14 ادوا للبلانت carbon dioxide بس الكربون مش normal الكربون radioactive 14 وبالتالي البلانت لما عمل photosynthesis process producing organic food كمان الorganic food دي containing radioactive 14 وباستخدام apparatus called Giger counter Giger counter ده بيساعدنا انك تعرف او الباس بيحدد مكان الراديواكتيف اورجانيك كومباوندز لقينا الراديواكتيف اورجانيك كومباوندز دي باس او بتتحرك ثرو سيف تيوبس وبالتالي اثبتنا ان السيف تيوبس ريسبونسبل فور ترانسبورتينج اورجانيك فود ان اكواتيك بلانت ووز بوت ان ا ميديوم كونتينينج ووتر والووتر دي كونتينينج اي ستوب او 18 زي ما انت شايف isotope oxygen 18 يعني عندنا الووتر اللي موجودة في الاكسبيرمنت water containing isotope oxygen 18 and mineral salt whereas water contains dissolved oxygen O16 وكمان في oxygen dip في oxygen dip O16 and also a source of carbon dioxide containing
في كربون دايوكسيد كمان في الاكسبيرمنت او في الكونتينر، والكربون دايوكسيد ده containing oxygen او 16. Then the plant exposed to light and dark in a successive manner. يعني هيتعرض light dark light dark. وطبعا في light انت اتعلمت ان الاكسجين gas is released. تعالوا نشوف هنا الجراف بيوضح relationship العلاقة ما بين the amount of released oxygen في experiment والtime. طبعا البلانت هنا اتعرض لللايت، هنا الدارك. طبعا هتلاحظ ان الاكسجين او الاماونت اوف اكسجين ديكريزز، بعدين اللايت الاماونت اوف اكسجين انكريزز، بعدين في اللايت ديكريز الاكسجين وفي اللايت انكريز الاكسجين اند سو اون. بيسالني هنا which of the stages from 1 to 4 represent the darkness. الستيج اللي هتمثل الداركنس هي الجراف بتاع الاماونت اوف اكسجين ديكريزز. يعني انا هقول ستيج 1 and stage 3، لان في 1 انت بتلاحظ ان الاماونت اوف ايفولفد اكسجين ديكريزز، وفي 3 الاماونت اوف اكسجين ايفولفد ديكريزز. فانا هقول ان 1 and 2 ريبريزنت بيمثلوا داركنس. بيسالني هنا which curve represent the oxygen O60. الكيرف اللي هيمثل الاكسجين 16 هو الكيرف B. طيب ليه؟ البنت during darkness في الفترة اللي بيحصل فيها dark، طبعا مفيش oxygen produced من الفوتوسينثيسيس process عشان البلانت يستخدمه في الريسبريشن، هيضطر يستخدم الاكسجين السوليبل اكسجين O16 اللي دايب في المية، هيستخدمه في الريسبريشن، وهنلاقي الconcentration بتاعه decreases gradually. ليه؟ لأن البلانت used استخدم الأكسجين السوليبل اللي هو طبعاً 16 in respiration process، وبالتالي الأماونت أو الconcentration decreases gradually. هبتدي دلوقتي أحل معاكم الأسئلة المقالية Model Exam 2 2021. Most of water that's absorbed by the plant evaporates. معظم المياه البلانت بيمتصها بيحصل لها evaporation تبخر. Deduce what is the benefit from the small amount of water that the plant keeps. البلانت هيستفيد بقى ازاي من شوية المياه الباقيين. طبعا هيستفيد منهم في light reaction لما الكلوروفيل absorbed light energy. طبعا ده في light reaction بيتحول لactive chlorophyll. الenergy اللي stored في الكلوروفيل بنستخدمها in splitting of water، وبالتالي oxygen gas evolved or released. والhydrogen received by NADP علشان يتنقل للdark reaction. والhydrogen ده used to required بنستخدمه أو used to for fixing تثبيت الكربون دايوكسيد. يعني بنقول باختصار الووتر is a source of hydrogen. الووتر هي مصدر الهيدروجين required for fixing اللي هنستخدمه بعد كده في تثبيت الكربون دايوكسيد في dark reaction to build عشان نبني الorganic compounds. The proteins that are produced by the plant cells to perform required vital processes can't penetrate through their plasma membrane. البروتينز اللي بيكونها النبات بعد الفوتوسينثيسيس process علشان يستخدمها في العمليات الحيوية vital processes can't penetrate، ما تقدرش تخترق او تعدي through plasma membrane. تعلمت طبعا ان plasma membrane characterized by their selective permeability، يعني بيختار الحاجات اللي تعدي من خلاله. الwater passes easily. المينرال سولتس بيحصل control in passing، يعني pass according to needs of cell. لو السل عايزها بيعدي through plasma membrane، لو مش عايزها السل مش بيعدي. أما large molecules زي الأمينو acids أو proteins أو sugar دي can't pass، ما تقدرش تعدي through plasma membrane علشان large sized حجمها كبير. There is a reaction that links between glycolysis and Krebs cycle.
during the cellular respiration. Illustrate the products. عايز مني ال product. يعني في reaction بيربط glycolysis وال Krebs cycle. ايه reaction ده؟ عارف ان الجلوكوز oxidized into two pyruvic acid. مش pyruvic acid اللي بيدخل Krebs cycle. Pyruvic acid oxidized بيتأكسد into two acetyl coenzyme A. Two pyruvic acid oxidized into two acetyl coenzyme A. ده ال reaction that links اللي بيربط glycolysis with Krebs cycle. طب ايه هي ال products بيسألني عليها؟ A product to NADH, two molecules of carbon dioxide, and two acetyl groups اللي طبعا combines بتتحد مع coenzyme A. Coenzyme A هيدخل بس ال acetyl group Krebs cycle بعدين splitting off. What is the difference between the blood capillaries that present in the villi? Villi دي السنايا اللي موجودة في الوال جدار ال small intestine اللي بيحصل منها absorption للفود. And that present in the alveoli اللي موجودة في الأكياس الهوائية اللي في two lungs في الرئة. أول compare هقول إن هنا ال blood capillaries الشعيرات الدموية surrounding بتحيط بالالفيولاي surrounding الالفيولاي أو الأكياس الهوائية. لكن هنا ال blood capillaries زي ما أنت شايف surrounding بتحيط باللاكتيال vessels. ده اسمه اللاكتيال vessels اللي through which من خلاله الفات أو الفاتي أسيد والكوليسترول absorbs بعدين بتروح للليمفاتيك سيستم بعدين superior vena cava. يعني هنا surrounding بالالفيولاي هنا surrounding باللاكتيال vessels. بعدين هتتكلم عن الـ function of blood capillaries inside اللي موجودة في الـ villi. الـ blood capillaries هنا مسؤول عن absorption of digested food تحديدا الأمينو أسيد الـ sugars الـ glucose يعني أو المونوساكرايدز والـ vitamins اللي soluble in water. هتكلم عن الـ blood route يعني هتبتدي من الـ blood capillaries بعدين الـ digested food ده هيتنقل من الـ blood capillaries اللي موجودة في الـ villi تروح للـ hepatic portal vein ومن الـ hepatic portal vein للـ liver ومن الـ liver hepatic vein بعدين inferior vena cava بعدين نروح للـ heart. أما هنا هنقول الـ blood capillaries اللي surrounding الـ alveoli responsible for gases exchange يعني getting rid of بتتخلص من الـ carbon dioxide CO2 وتستقبل من الالفيولاز الأكسجين O2 علشان توصلوا للسلس أو الخلايا. Determine the direction of ink drop movement inside the tube. في الاكسبيرمنت اللي قدامك زي ما انت شايف البلانت هنا مش هيقدر يعمل photosynthesis process لأن التست تيوب covered by plaque cover. مفيش photosynthesis process مفيش light بس البلانت هيعمل respiration تنفس. طيب ازاي هيعمل respiration ومفيش oxygen produced من الفوتوسينثيسيس process؟ هيستخدم او consume الoxygen inside test tube. اكيد في air جوه test tube containing percentage of carbon dioxide البلانت هيستخدمها in respiration and producing carbon dioxide. الamount of consumed oxygen equals amount of produced carbon dioxide. كمية الأكسجين اللي البلانت هيستخدمها هتكون قد الكمية الكربون دايوكسيد اللي هتطلع وبالتالي حجم الهواء هنا جوه التست تيوب هيكون constant والإنك دروب هنا هتكون ثابتة في مكانها. بس لاحظ خد بالك هنا حاطط substance absorb carbon dioxide مادة هت absorb أو هتاخد الكربون دايوكسيد اللي موجود في التست تيوب أو اللي هيطلع من ال green leaves. بالتالي بقى هنا في الحالة دي ال volume of air هيقل وال ink drop moves inward أو to inside test tube. بيسألني هنا explain why the substance that absorbs carbon dioxide is added. ليه حطينا المادة دي؟ وده علشان أو to determine the rate of respiration بمعنى drop of ink دي لما تتحرك inward للداخل معناها ال volume of carbon dioxide inside the test tube decreases.
لما بتتحرك بسرعة معناها high rate of respiration process due to decrease بسبب of decrease of air volume inside test tube. The stomach has an important role in protecting the human body. ده حقيقي لأن ال stomach secretes gastric juice that includes اللي بيحتوي على HCl or hydrochloric acid that kills bacteria or microbes due to acidity. HCl ده حامض قوي جدا كافي انه يقتل اي microbes او بكتيريا بتيجي او virus بيجي مع الفود during digestion and stomach.